السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم منوعات أم رؤية. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الكيكة الرائعة، إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. كنت منا تجربوها. هذه الكيكة هي مزيج بين الشوكولات والبرتقال. صراحة هذا المزيج كيعطي واحد النكهة جد رائعة لهذه الكيكة، فابقوا معايا. فبالنسبة للمقادير هما جد سهلين وبساط. عندنا هنايا 3 ديال البيضات، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيدة، هنا قشرة ديال البرتقالة كبيرة، 3 معالق ديال الكاكاو المر، جوج خمارات، وكاس ونص ديال الدقيق الفورص الممتاز. كيف كتشوفوا هنا المقادير جد سهلة. هنا غادي نبداو على بركة الله. هنا غادي ناخدو إناء، غادي نديرو فيه 3 ديال البيضات مع رشة ملح ضروري. كيف شفتوا المقادير جد سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع كيف العادة. غادي نديرو رشة ديال الملح، غادي نضيفو كاس ديال السكر سنيدة، وغادي نطربوهم سواء بالطراب الكهربائي ولا اليدوي. غادي نطربوهم مزيان. كل ما طربنا البيض مزيان كتجينا الكيكة خفيفة. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نحسوا بالخليط ولا خفيف. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، المكون الرئيسي في هذه الوصفة هو اللي كيعطي داك الفرق بين الكيكة ديال الشوكولات اللي هي قشرة ديال البرتقال. وغادي نستمروا هكا في التخليط حتى ينسجموا العناصر مزيان. وهنا غادي ناخدو هنا صفاية وغادي نديرو الدقيق. هنا عندنا للتذكير عندي كاس ونص بمقدار كاس العنبة، جوج خمارات من فئة 8 غرام، غادي نضيفو 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر اولا 3 ديال الساشيات. وغادي نغربلوهم غادي نحركوهم بشويه باش تفاديا باش ما يطيحش لنا الدقيق وباش ما يهبطش لنا الخليط ديالنا.
وغادي نستمروا نخلطوا حتى نحصلوا على قوام متماسك ومنسجم. بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا القوام ديالها كيجي خفيف بزاف. دابا غادي ندوزو باش نحضروها في المول اللي غادي ندخلو الفران. انا اختاريت هذا المول هذا، نتوما ممكن تختاروا اي مول عندكم، كيبقى على حساب الموجود وعلى حساب الاختيار. انا هنا ديجا شعلت الفران على درجة حرارة 180، ودابا غادي ندهنوا هذا المول هذا بالقليل من الزيت، وغادي نرشه بالقليل من الكاكاو. انا كنفضل انني نديرو بالكاكاو على انني نديرو بالدقيق الفورص باش ما يبقاوش هذوك داك البيوت ديال الكيكه. وغادي نضيفو هنايا الخليط ديالنا في المول، وغادي نحاول نقادو لها السطح ديالها باش تجينا مقادة. وغادي ندخلوها الفران وطيب بحال اي كيكة عادية. وغادي ندوزو دابا باش نوجدو السيرو اللي غادي نسقاو به هاد الكيكة واللي ضروري هاد المرحلة هادي. هنا عندنا كاس ديال الليمون، هاديك البرتقالة اللي حكينا القشور ديالها، وغادي نضيف جوج معالق ديال السكر سنيدة، وغادي نديرو فوق البوطة حتى يغلى مزيان ودوب لينا داك السكر سنيدة. وغادي نحيدوه يبرد باش اون فوا غادي نخرجو الكيكة من الفران غادي نسقاوها مباشرة بهاد السيرو ديال الليمون. وهنا بعد ما خرجنا الكيكة باقا سخونة غادي نحاول ندير فيها ثقوب باش يدخل معاها الليمون، وكذلك صلصة الشوكولاتة اللي غادي نسقاوها بها. هنا غادي نسقيها بالليمون، وغادي نخليوها تشرب مزيان. صراحه واخا نوصف لكم هاد العصير ديال الليمون والقشره ديال الليمون مع الكاكاو، صراحه كيعطي واحد النكهه رائعه جدا. هنا بعد ما تشربت الليمون غادي نسقيوها بصلصة الشوكولات كيف كتشوفوا. هذه ديجا وجدتها معاكم في فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. ممكن كذلك ديروا قطع ديال الشوكولات مع كاس ديال الحليب تذوبوهم وتسقيو بهم كذلك. وبالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الموجود. انا هنا عندي فقط القليل من جوز الهند ولا الكوك، والقليل من الكاوكاو إيفيلي محمر، وغادي نسقيها بهذا الشكل هذا. وغادي نزينو كيف قلت لكم باي حاجه عندكم. انا هنا فقط قضيت باللي عندي في الدار. وغادي ندخلوها للثلاجه حتى تبرد مزيان وتشرب لينا هذاك الشوكولات، وغادي نقدموها ان شاء الله. غنوريكم الشكل ديالها النهائي. ندخل
ندخلوا الثلاجة على الأقل واحد ساعة ونصف. وهنا هذا هو الشكل ديالها النهائي. هنا راه تشربات لينا الصلصة ديال الشوكولاط. هنا غادي نقطع لكم واحد طريف باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. كتجي فازقة ومعلكة بزاف من الداخل بداك الليمون والشوكولاط. كيف كتشوفوا راه واضحة في الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وكيف شفتوا الطريقة والمقادير ساهلين وبساط، ما كاينش شي حاجة اللي زعما ما كاينش شي تعقيدات ولا شي حاجة لا في المقادير ولا في الطريقة ديال التحضير. كتجي لذيذة بزاف وخفيفة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. وكنشكركم على حسن المتابعة ديالكم وعلى الوفاء ديالكم لقناتكم منوعات ام رؤيا. وكيف ديما كنقول لكم خليوا لي لايك وكومونتير واقتراحاتكم، واللي مازال ما اشتركش يشترك في القناة. مرحبا بالجميع. هنا فقط بغيت نوريكم القوام ديالها من الداخل. كيف كتشوفوا القوام ديالها خفيف ورائع، وكتجي فازقه بزاف من الداخل. وكنشكركم دائما، وما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء.